محدش يقدر ينكر ان السوشيال ميديا بقت مصدر معلومات اساسي لناس كتير. اللي عايز يعرف اي معلومه دلوقتي بيدور عليها على السوشيال ميديا او على جوجل، بس مع الاسف مش كل المعلومات الموجوده بتكون صحيحه. عشان كده هيكون معانا النهارده على زوم ضيف بيحاول انه يقدم معلومات مهمه ومفيده للناس عن طريق السوشيال ميديا. ضيفنا النهارده احمد رضا، مؤسس صفحه بريك. ازيك يا احمد؟ ازيك يا ريم، ايه الاخبار؟ الحمد لله كله كويس. اول حاجه هسالها لك، انت ايه اللي خلاك تاسس الصفحه بتاعتك؟ والله انا دايما عندي احساس كده ان انا عايز اعمل حاجه تكون ليها علاقه بالسوشيال ميديا، فبالنسبه لي ان انا السوشيال ميديا دي حياتي، واخده حياتي كلها، فكنت عايز اقدم للناس حاجه تكون مفيده وفي نفس الوقت ما بقاش يعني اي نعم في ناس عملت الحاجات دي كتير، بس انا كنت عايز اعملها بشكل اسرع بحيث ان الناس بقى خلقها ضيق انها تقعد تسمع فيديو فيه معلومات لمده 10 دقائق و20 دقيقه. فقررت ان انا اعمل الفكره دي وانها تكون حاجات موجزه خالص، دقيقه دقيقه ونص، او للناس معلومه جديده يعرفوا بيها حاجه وما كانوش يعرفوها. بس خصوصا الناس بتحب المعلومه فعلا تكون قصيره وما تبقاش فيها كلام كتير عشان يقدروا يستوعبوها. يعني اي حد بيدخل على فيديو دلوقتي بيشوف المده بتاعته قد ايه، لما بيلاقي ان المده كبيره جدا بيسكيب الفيديو وبيقول لك خلاص مش لازم حتى اعرف المعلومه اللي جايه لحد عندي. بالظبط، احنا بنواكب الفكره نفسها دلوقتي، خلاص بقى التيار دلوقتي ماشي بسرعه، كل حاجه بقت بسرعه. صح، فالناس ما بقاش عندها خلق تاخد المعلومه بشكل طويل، محدش بقى عنده خلق يقرا كتب والحاجات دي زي الاول، فبننجز للناس يعني مش اكتر. طيب انت ازاي بتتاكد من صحه المعلومات اللي انت بتقدمها؟ مبدئيا لما انا بيبقى عندي مثلا فكره ميني بريك او بريك هعمله، بدخل على مواقع تكون اجنبيه الاول، لما بتبقى دراسات ليها علاقه بالعلم يعني والكيمياء والفيزياء والحاجات دي، بدخل على مواقع اجنبيه وتكون المواقع دي موثقه، يعني مواقع معروفه معترف بيها، بتنزل بقى بتنزل تقارير طبيه او بتنزل في مجلات طبيه، الحاجات دي كلها بدخل يعني ببقى دقيق جدا جدا في حاجه زي دي، لان انا عارف اني لو كتبت اي حاجه وجي حد لقى مصدر ليها مختلف عن اللي انا جبته هيبقى شكلي وحش خالص يعني واخسر مصداقيتي مع الناس. فبتبقى اول حاجه ليا بروح لها هي التقارير الاجنبيه. عمرها بعد كده بشوف بقى الحاجات، يعني مرة حطيت فيديو فيه معلومات قصيرة وطلع ان المعلومة ما كانتش مظبوطة من المصدر اللي انت اخدته؟ ده زمان قوي بقى، في الاول خالص يعني، انا بادئ بقالي سنتين تقريبا، عملتها تقريبا مرة ومن ساعتها ما اتكررتش. يعني مرة كتبت حاجة وكان المصدر مش قوي وانا ما خدتش بالي ان المصدر مش قوي، وبعد ما نزلت الفيديو اكتشفت ده ومسحت الفيديو بعدها على طول. بالظبط. طيب ايه نوعية الفيديوز اللي انت بتهتم ان انت تركز عليها؟ بصي، هو انا مش حاكم نفسي في نوعيه معينه عشان ما ابقاش ضيق في اختياراتي، لا انا موسع اختياراتي شويه، بس الحاجات اللي بعتمد عليها اكتر اما الحاجات الغريب، الحاجات اللي بتلمس الناس في الحاجات العاديه، مثلا زي هو انا ليه بتاوب، هو انا ليه جسمي بيقشعر، هو انا ليه مثلا الحلم بتاع السقوط، في الحلم ده اللي هو تحس ان وانت نايم كده تحلم ان انت بتقع. حلم كلنا بنحلم الحلم ده اساسا. الحاجات اللي بتلمس الناس ايه اسبابها، يعني اسبابها علميه ايه او تفسيرها ايه. والحاجات الثانيه اللي بتكلم فيها بقى المعلومات العامه، الحاجات مثلا زي الرحله بتاعه الفضاء بتاعه شهر العسل، اغلى شهر عسل في العالم، زي الاكلات الشعبيه، الاكلات العامه للدول العربيه عامه، اللي هي الناس بره، يعني احنا مثلا بنشوف الاكل بتاع الصين قد ايه الاكل غريب، ويعني ايه بياكلوا فيران، يعني ايه بياكلوا حشرات، في نفس الوقت الناس دي بتبص لنا نفس النظره، اللي هو انتوا ازاي بتاكلوا ممبار، بتاكلوا مصهرين الحيوانات، بتاكلوا اللسان، بتاكلوا الكوارع اللي هي الاظافر بتاعتها، فهم عندهم برضو نفس النظره يعني. وكان الفيديو ده من اكتر الفيديوهات بصراحه اللي جابت عندي فيوز، اللي هي بتاعت اكل الدول العربيه المختلفه. يعني انت احمد دلوقتي تقدر تقول لنا في دقيقه احنا ليه بنتاوب؟ احنا ليه بنتاوب؟ الفكره نفسها بتاعت المتاوبه دي ليها تفسير علمي. التفسير العلمي هو ان جسمك بيبقى سخن، او مخك نفسه بيبقى سخن في درجه حراره عاليه شويه، فجسمك بيضطر ان هو يخليك تفتح بقك عشان تدخل اكبر كم من الهواء الساقع اللي يدخل يرطب الجزء بتاع المخ اللي هو سخن ده، فانت بتحس نفسك ان انت عايز تتاوب. يعني مالهاش علاقه بالنوم يا احمد خالص، ان هو دايما يقول لك لو انت بتتاوب ده عشان انت عايز تنام. ما هو اصلا الواحد يعني احساسه بيبقى عايز، بيجي له احساس النوم ده نتيجه انه بيبقى جسمه من جوه دفي، فبيدي له احساس الخمول. صح، فالواحد بيبقى عايز لما بيتاوب بيبقى خلاص بقى اللي هو جسمه من جوه خملان. والحاجه الثانيه ان انت لما بتيجي تتاوب
اكتشفوا انها بتتنقل، يعني لو انا جيت اتوبت قدامك هتلاقي نفسك غصب عنك اوتوماتيك انت جامد تتوبي، مظبوط، ودي بتحصل بينا كتير برضه. فهم قالوا ان دي تفسيرها الوحيد ان هي بتتنقل بس، يعني ما قالوش ليها تفسير علمي تاني. طيب احمد، احنا في بدايه الحلقه بتاعتنا النهارده كنا بنقول على الموضوع بتاع ايلون ماسك ان هو بيعمل محطه تلفزيونيه في الفضاء، وبعدين واحنا بنتفرج على البروفايل بتاعك لقيناك كاتب عن اغلى شهر عسل موجود في العالم، ممكن تكلمنا على الفيديو ده؟ الفيديو ده انا كنت شايف ان الفتره الاخيره دي او في عامه يعني البنات والولاد بقوا بيفكروا انا عايز اطلع شهر عسل في بالي، انا عايز اروح مش عارف فين، انا عايز اروح على اندونيسيا. فانا كنت داخل عايز اشوف ايه اغرب او ايه اكتر حاجه ممكن تكون فيها حاجه مختلفه في شهور العسل. فلقيت اتصدمت، لقيت اغلى شهر عسل في العالم بكام؟ ب 9.5 مليون دولار للشخص الواحد، فاللي هو رقم في الحياه كلها، رقم مش طبيعي. ده في قد ايه؟ الحياه كلها، احنا قعدنا حياتنا كلها مش عارف بالظبط الرقم ده. 9 مليون دولار ولا 9.5 مليون دولار؟ 9.5 مليون دولار للشخص، لشخص واحد، يعني هو يروح لوحده او هي تروح لوحدها بقى. هو ب 12 يوم، رحله 12 يوم ليها اربع نزلات ومعاهم اثنين بس من فريق العمل. يعني بيروحوا فين بقى؟ الفكر هو هتطلعي في الفضاء وهيبتدي يعلمك في الفضاء بقى ازاي تتعاملي مع الجاذبيه، ازاي تزرعي في الفضاء. هم ما حددوش الزراعه والحاجات دي هتبقى على سطح قمر او سطح كوكب تاني، هم الفكره ان هم قالوها انها هتبقى في الفضاء وانها هتبقى بتلف لمده 12 يوم حوالين كوكب الارض. بس هي الفكره نفسها اللي هو هل فعلا الموضوع يستحق ان انا ادفع 9.5 مليون دولار في حاجه زي دي؟ يعني ما اعتقدش. لا طبعا، ممكن اتبسط عمري كله بال 9.5 مليون دولار مش 12 يوم يعني. بالظبط، ده لو العمر كله حتى. جايب لكم النهارده احلى فكره لشهر العسل. خططت شركه اوريون سبان انها سنه 2021 تعمل فندق في الفضاء على اساس ان الفندق ده يكون متاح للناس سنه 2022، والفندق ده اللي اطلق عليه اسم محطه اورورا، والرحله هتبقى لاربع نزلاء واثنين بس من طاقم العمل، وهتستمر لمده 12 يوم حوالين كوكب الارض. تكلفة إقامة الشخص الواحد على حسب ما ذكرته واشنطن بوست 9.5 مليون دولار، يعني الليلة تقريبا هتقف ب 791 ألف دولار، يعني بالصلاة على النبي كده ال 12 يوم يعملوا بالمصري 152 مليون جنيه. وبالفعل الشركة عملت موقع للحجز وتقدر تدفع 80 ألف دولار مبلغ للتأمين، والشركة هتوفر لك نشاطات كتير زي تجربة انعدام الجاذبية، وإنك تزرع في الفضاء، وإنك تكلم أهلك عن النت وإنت في الفضاء برضو، ده غير طبعا إن أنت هتدرس لمدة 3 شهور إزاي تتعامل فوق وهتشوف إيه وهتتعامل إزاي. أنا شايفها فكرة حلوة جدا لتقضية شهر العسل، واعملي منشن لخطيبك او جوزك حالا خليه يطلعك الفضاء. كتير مننا ما كانش يعرف المعلومه دي ودلوقتي انت عارف. طيب ايوه بالظبط. انت كنت عامل يا احمد فيديو الناس اهتمت بيه عن اغرب الاكلات بتاعه العرب، كلمنا عنه بليز. اغرب اكلات العرب، يعني اكيد كلنا عارفين ان احنا كعرب عامه بنعشق الاكل طبعا، وبنحب تفاصيل الاكل، يعني مش بس بنعشقه بنحب تفاصيله كمان. مظبوط. فكان موضوع الاكلات ده، يعني مثلا كان في من الحاجات الغريبة جدا اللي هي فتة الضبان. الضبان ده اللي هو الضبو، حيوان كده شكله عامل زي السحلية كبير شوية كده في السعودية، فبيعملوا الفتة دي. يعني بعيدا عن ان الكائن نفسه غريب، اللي هو يعني كائن ما يتاكلش، شكله مش حاجة، دي من الحاجات الغريبة خالص، يعني من الحاجات الغريبة اللي هم الأجانب كمان بيشوفوا ان ده غريب جدا. الممبار من الحاجات اللي الأجانب بيشوفوها، ازاي انتوا بتاكلوا مصارين اللي هي المصارين اللي ماشي فيها الفضلات بتاعت الحيوان، يعني لو انتوا بتعملوا كده ازاي؟ صح. وبرده الجراد، احنا بنستغرب ده، لكن في الدول العربيه بياكلوا الجراد عادي جدا. والجراد يعتبر وجبه معروفه جدا في الدول العربيه خاصه السعوديه. يعني ايه نوعيه الجراد اللي ممكن الواحد ياكله مثلا؟ ايه نوعيه الجراد اللي الانسان ممكن ياكله يعني؟ لا، هو الجراد العادي اللي هو بتاع الجراد الصحراوي ده اللي هو بيبقى موجود في الدوله زي السعوديه، هما بياكلوه بيقولوا ان نسبه البروتين فيه عاليه. هو فعلا نسبه البروتين في الجراد دي عاليه، بس مش لدرجه ان انا اكله، يعني ما في حاجات تانية فيها بروتين ليه. لا يعني مش حاسه ان انا ممكن اكل ناموسه مثلا معديه. بس فكانت الفيديو ده جاب مع الناس، والناس يعني تفاعلت عليه كتير. بس في ناس على فكره بتقول ان هو طعمه زي الجمبري شويه. ايه؟ في ناس بتقول ان هو طعمه زي الجمبري شويه. ما جربتش ومش هجرب، وما تخافش ان ممكن في يوم لا اجرب بصراحه.
طيب خلينا نروح نشوف الفيديو بتاع الاكلات بما ان احنا جوعتنا شويه ونرجع تاني. اوكي. اغرب الاكلات العربيه. احنا قعدنا نتريق على الصين واكل الصين، تعالوا شوفوا العالم بقى شايف اكلاتنا العربيه عامله ازاي. يعني مثلا في اكله في السعوديه اسمها كبسه الضبان، والضبان دي جمع ضب اللي هو احنا بنقول عليه السحليه يعني. وعندك مثلا اللسان، اللسان تعتبر اكله شعبيه مهمه جدا، الناس بتاكل لسان بتاع البقر والجاموس، انا نفسي بحبه جدا. حتى الكوارع يعني اللي هو ايه ده اللي انتوا بتعملوه ده، بتاكلوا غضاريف وتقعدوا تشفطوا بتاع كده النخاع من جوه الغضروف، ايه القرف ده. وبرده بيستغربوا فكره ازاي احنا بناكل مخ الجاموسه او مخ الغنم اللي هو ايه القرف اللي انتوا بتعملوه ده، ولا ازاي انتوا بتاكلوا امعاء ومصارين الغنم والبهايم. قصدهم طبعا على اكلتنا الجميله الممبار قطع لسانهم، والكبه النيه المشهوره جدا في لبنان والشام، وانا عن نفسي بحب الكبه النيه جدا، بس هم برده مختلفين معانا في فكره انت ازاي بتاكل لحمه نيه. واخيرا بقى البيج بوس الفسيخ. فتقريبا كل واحد فينا بينتقد الحاجه اللي ما يعرفهاش، سواء كانت حلوه او وحشه، المهم انا ما اعرفهاش تبقى وحشه على طول. طيب انت شايف ان السوشيال ميديا بقت مصدر معلومات للناس ولا يعني المصدر ده ممكن يكون الواحد مش متاكد منه فبيلجا مثلا للكتب او اي حاجه تانية؟ والله السوشيال ميديا من وجهه نظري زيها زي اي حاجه تانية، سلاح ذو حدين. لو انت استغلتها صح وفعلا يعني بتتقي الله في البحث عن معلومه، هتلاقي اللي انت عايزه، وهتلاقيها كمان مفسره واسهل من ان انت تقراها من كتب. لكن لو انت شخص بتهتم بالرتوش او عايز تركب ترند، هتلاقي فعلا المعلومه اللي انت عايزها اللي هي تروح عامله لك الفيديو يوصل ل 24 و30 و40 مليون، وفي الاخر انت ما فدتش الناس، بالعكس انت ضررته. طب احمد، اكيد السوشيال ميديا فيها ناس بتكون مبسوطه بالمحتوى اللي انت بتقدمه، وبرده بيكون في ناس تانية بتنتقد او ما بتحبش المحتوى اللي انت بتقدمه. الناس اللي بتنتقد بينتقدوا بطريقه عامله ازاي معاك؟ والله هي انواع كالعاده برضو، ولكن الاغلب الناس بتبقى عنيفه جدا في الانتقاد، عنيفه لدرجه انه مش بينتقد معلومه انا قلتها، ولا مثلا يقول انت مصدرك مش قوي، لا هو بينتقد فكري كله اللي هو انت بتفتي، انت بتهبد، انت بتقول اي كلام كده، مش داخل بينتقد معلومه معينه اللي هو لا على فكره تعديل معلومه مش بيناقشك، بيدي لك نقد بطريقه مش حلوه. يعني هو مش بيكون مثلا بيحاول يصلح لك معلومه او يدي لك معلومه زياده، مش نقد بناء يعني. لا 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 خالص، دول قله يعني، دول موجودين بس قله خالص، لكن المعظم بيدخل عنيف جدا اللي هو انت ما بتفهمش، انت يا عم بطل بقى اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا بتدوروا على تريند، انتوا عايزين كده يعني. بتتصرف ازاي مع الناس دي؟ انا برد بصراحه، وبرد بمنطق يعني، مش اكيد مش برد بنفس الطريقه طيب. بس برد بالمنطق اللي هو يعني طب واجهني، طب قولي ايه المشكله، طب انت شايف ايه الصح كده يعني، لغايه ما بحرجه اما بيعتذر في الاخر اما ما بيردش. لا ربنا يديلك الصبر كله يا احمد بصراحه. الله بشكرك يا احمد على ان انت كنت معايا النهارده. احمد رضا مؤسس صفحه بريك، ميرسي جدا. شكرا ليكي. وبكده نكون خلصنا حلقتنا، اشوفكم الاسبوع الجاي وترندز جديده. باي باي.